السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شباب، كيف الحال؟ طيبين؟ حياكم الله في مقطع جديد. طبعا بعد انقطاع تقريبا اسبوعين من البث ومن انزال المقاطع في القناة بسبب الظروف اللي حصلت في الفترة هذه، وبعدها الظروف مستمرة، بس اليوم صار عندي شوية فرصة ان نزل مقطع. طبعا المقطع هذا مهم جدا للتحديث القادم للعبة GTA 5. طبعا راح نتكلم عن التحديث القادم، طبعا راح نتكلم عن معلومات او تسريبات، وبعدها راح نتكلم ان شاء الله عن الاشياء اللي نزلت في 2018 في شهر ديسمبر. طبعا لاحظنا انه روكستار تستعد لاطلاق محتوى جديد ضخم للعبة GTA اونلاين. هناك تغييرات مثيرة للاهتمام على ملفات اللعبة على منصة ستيم دي بي اللي هي خاصة بالكمبيوتر، ويحدث هذا عادة عند إصدار تحديث جديد قريبا. طبعا لدينا مركبة واحدة، أوكي، تركة تايم تريلرز على الشاشة، يعني ظهرت بطريقة بشكل خطأ على الشاشة التحميل. طبعا لما تبدأ تلعب جراند راح يعطوك إعلانات وكذا، شاشات وصور وأشياء، فظهرت سيارة على الشاشة بالخطأ، وهذا دليل انه هناك جاي تحديث قريب. يعني بالعادة لما يصير خطأ كذا فجأة تظهر لك سيارة على اللودينج تبع الجيتي اي، هذا دليل انه هناك في شيء. طبعا جيتي اي اونلاين في تحديث راح يصدر قريبا في شهر ديسمبر للشهر القادم، يعني ما بقى الا قليل. كما رأيتم فهذه التغييرات التي حدثت على ملفات اللعبة الإحصائية على منصة ستيم دي بي هي إشارة إلى أن اللعبة ستحصل على تحديث جديد في وقت قريب، وقد تعودنا حدوث ذلك بشكل منتظم خلال التحديثات السابقة وقبيل وصول أي تحديثات جديدة للعبة. طبعا التسريبات لم تكشف عن حجم وطبيعة اللعبة أو التحديث الجديد، ولكن هناك بعض التسريبات السابقة التي حدثت عن وجود تحديث ضخم قادم للعبة قبل نهاية هذا العام، وسيقلب معه بعض أطوار اللعبة والتحديات الجديدة، منها طور الشرطة والمحتالين كوبس آند كروكس، ما أدري إذا نطقتها صح، مع محتوى جديد. مع توقعاتي أن التحديث راح يكون في يوم 3 ديسمبر. 3 ديسمبر هو مجرد تخمين، بس شيء كبير أن التحديث راح يكون في 3 ديسمبر اللي هو يصادف يوم الثلاثاء، وممكن 5 ديسمبر بما انه يوم الخميس يصادف التحديث الاسبوعي للعبة جراند 5. طبعا هذا التسريب اللي تحدثنا عنه، والحين راح نتكلم عن المفاجآت الاحتفالية اللي صارت في 2008 او 2018 في لعبة GTA اونلاين. طبعا ظهرت لعبة اللي هو طور، وظهر عندنا الارينا تبع حرب السيارات وكذا، واتوقع ان شاء الله في 2019 راح يجينا طور او تحديث مثل الارينا، يعني حاجه كذا. اتمنى انه يكون شيء كبير عشان تبدا اللعبه تكون حيه من جديد. طبعا كان يسموها وش؟ يسموها بومب بول ارينا، اوكي، كان يسمى بومب بول ارينا وارنا. طبعا الارينا هو معروف من ذلك الشباب، مكان مهم هذا الكلمة، أستاذ كرة قدم ولا أستاذ في الأخير طلع منه حق حرب السيارة. وهناك حصلنا على سيارة مجانية بالإضافة، يعني سيارة مجانية جديدة كليا خاصة حق الاحتفال، بالإضافة للمزيد من هدايا العيد. ونتوقع الحديث راح يحتوي شيء من هذا الحديث، وراح يكون تحديث كبير مع إضافة الفلوس وإضافة سيارات جديدة كلها، ولا ننسى دبل فلوس ودبل ار بي على المهام وغيرها، وايضا ملابس جديده وتيشيرتات وسويتر تبع البرد واشياء، وايضا قاذف الالعاب الناريه المعروف طبعا ما يفتح الا وقت هذه الاحتفاليه، مع 10 صواريخ للالعاب الناريه، 25 قنبله لاصقه و 25 قنبله يدويه. طبعا هذه كلها كانت السنه الماضيه واكثر من هذا بعد. طبعا كل هذا كان فري مجانا. طبعا الهدايا راح تكون بشكل يومي، مجرد دخولك راح تفتح الهدايا، وتوقع هناك في سيارات وملابس وذخيره
وغيرها من الأشياء. طبعا شيء مهم، أحيانا أنت لما تدخل التحديث الجديد على طول راح يعطيك هدية، اللي هي وش؟ يكون عندك جميع الدروع متوفرة، يعني الدروع اللي أنت تشوفها في محل الأسلحة راح تكون متوفرة جميعها، اللي هي البسيط والمتوسط، ويعني على حسب اللي هو ياخذ كمية الطلقات يعني. طبعا قبل أن ننسى، راح تكون هناك خصومات تصل إلى 50% على السيارات وعلى الطائرات، وممكن على المقرات وعلى الشركات وغيرها. طبعا من داخل اللعبة في أشياء موجودة راح تكون مجانية، يعني فيها كلها مفاجآت. طبعا هذا كله حدث في السنة الماضية، أما هذه السنة نتوقع هناك المزيد راح يكون أوكي، وراح ننتظر هذه المفاجآت اللي راح تصير في شهر ديسمبر. طبعا خرخش جيبك ولازم تكون فلوسك جاهزة لهذا الشيء. والحين راح نخليكم مع المقطع ونوريكم مقاطع من السنة الماضية أوكي، من الهدايا ومن الأشياء اللي كانت تظهر في السنة الماضية، وراح نخليكم مع المقطع. وشكرا لكم على حسن المتابعة، ونحن مستمرين في القناة ولو أنه توقفنا أسبوع أو أسبوعين بس الظروف. نتمنى منكم الدعم ونشر المقطع وتعطونا لايك، وأتمنى أن القناة توصل قريب على 1000 مشترك، ولازلنا نحن متأخرين كثير، بس هذا يعتمد على دعمكم لنا. طبعا شكرا لكم على حسن المتابعة، ونخليكم مع المقطع ونشوف الأشياء اللي صارت في السنة الماضية. شكرا لكم والسلام عليكم. كان معكم حميد فوكس من قناة عمان بلاتون، حياكم الله. هذا في تخفيضات موجودة على المطارات، طبعا جميع المطارات عليها تخفيض، والتخفيض صراحة ممتاز، يعني من 1,525,000 إلى 762,000، يعني تخفيض جميل طبعا على مقر الطائرات. والتخفيض الثاني اللي هو للبنكر نفس الحالة، في تخفيض على البنكر تقريبا نصف القيمة تقريبا. التخفيضات الثانية كذلك موجودة على معرض السيارات الحربية، طبعا موجود على تقريبا أغلب الطيارات عليها تخفيض، الليزر والهنتر، يعني في طيارات صراحة تستحق أنه الواحد يشتريها. وكذلك المدرعات مثل النايت شارك والاي بي سي والدراجة، هذا الدباب الطائر، يعني اشياء تستحق ان الواحد يشتريها. الطائرات هذه الطائرات العادية اذا حبيت تشتري كذلك في تخفيض عليهم. طبعا انا اشوف تقريبا ولا طيارة تستاهل تشتريها، بس اللي حب انه يشتري ففي تخفيض حاليا. طبعا هذا جراج، طبعا الجراج الثاني المعرض الثاني، طبعا هذا ما في اي تخفيض. هذا الجراج الجديد كذلك الامور عادية. طبعا هذا الجراج الليجندري المعرض السيارات الجديدة، طبعا هذه السيارة الجديدة اللي هي جي تي او، طبعا هذه السيارة راح نشتريها الحين، يعني بختار عليها اللون، بنخليها وناخذ البرتقالي. الجراج طبعا نجيبها فين؟ نجيبها هنا في الفاسيليتي. تمام، الحين الإضافات اللي
صارت انه في اشتكارات او اصباغ على السيارة الحربية هذه، وفي عليها كذلك تخفيض على الارمر والبريك والانجين والهران. طبعا نجي هنا في تخفيض او فري، ما في تخفيض اصلا، يعني هذه الفري اشتكارات فري الوان. حلاوة العيد ننزل ونروح حق الافنجر او الافنجر كذلك. هذه الالوان الجديدة طبعا يفضل انك الحين تختارها عشان تتخزن عندك. اوكي الحين ننتظر السيارة توصل. اوكي السيارة وصلت. السيارة قوية صراحة، السيارة قوية.